مش عارف لو حكيت لكم هتصدقوني ولا لأ، بس اللي حصل معايا أكيد بيحصل مع أي حد في نفس ظروفي. يمكن الأمر بيتكرر بكذا صورة وصوت، بس هل بنستجيب ولا بنرفض؟ انت مين؟ انا انت. يعني ايه؟ انا مش فاهم. انا الحاجة الحلوة اللي جواك اللي انت بتحاول تتهرب منها. انا ضميرك. ممكن بس تسمح لي اتكلم معاك شوية؟ انا مش مصدق. لا صدق، يمكن انت نسيتني من زمان ومعنتش بتستجيب لي ولا بتكلمني، فقلت اجي انا اتكلم معاك. على فكرة انا جيت لك بطرق كتيرة قوي وانت مخدتش بالك خالص مني، وقفلت قلبك وعنيك. احب اقولك انت وحشتني، وحشتني جدا، بس انا زعلان عليك. كمل كمل، انا سامعك. كان زمان لك حلم كبير وهدف اكبر وامين في حياتك وناجح في قراراتك وتصرفاتك كمان. كنت مع ربنا، كنت مع ربنا في الخدمة وفي البيت. ارجوك ارجوك كفاية، انا مش مستحمل، ما تفكرنيش. انا ما صدقت ان انسى. لا مش هسكت. عارف ليه؟ علشان بحبك، وضميري هو ضميرك، وكمان مصيري هو مصيرك، وده مش طبعك الاصلي. انت بتطفي النور اللي جواك وبتقتلني وبتدمر نفسك ومستقبلك. اه انا فعلا عملت كده، بس علشان مش قادر، علشان كل الظروف ضدي، علشان ربنا سابني ومحدش حاسس بيا، واتخدعت في كل حاجه وكله كان سراب وخدعه. حتى لو كل ده حصل وخسرت وزهقت وكمان عانيت، هل ربنا سابك؟ هل كل الطرق اتسدت؟ لو كان ربنا سابك ما كنتش حاولت اجيلك النهاردة. بلاش تاني ارجوك، بلاش تعشمني وتديني امل وهو سراب. يمكن انت من بره كده، لكن جواك تعبان ومش راضي عن تصرفاتك. على فكرة، على فكرة لو في اشواك في حياتك مع ربنا، على الاقل المفروض تكون مطمن. مطمن لانه عارف ازاي يقود حياتك لبر الامان. رغم المشاكل والاحزان، رغم انك سبته، هو ما سابكش وحللك كمان مشاكل وسطر عيوبك. انا عارف، انا عارف كل ده. عارف؟ طب كويس، امال ايه بس اللي منعك؟ علشان انا فاشل، علشان عمري ما مشيت صح مع ربنا. توبتي وحياتي معاه كلها كانت خدعة وكشور ورياء، وكأني توبتي دي كانت فترة نزوة عن الخطيئة. عمري ما اتغيرت ولا حاولت ان اتغير من قلبي. اقولك، عارف لو غزلت سلة بمية والسلة دي متخرمة مش هتتملي، لا دي كمان هتنضف من جواها، وربنا قادر انه يكللك ويعينك. ربنا ما رفضش القصبة المردودة ولا الفتيلة المدخنة. عيوبك وانت مع المسيح افضل بقوتك وحياتك ما فيهاش المسيح، علشان بالطريقة دي هتكون انت ميت. عندك حق، انا فعلا محتاجه قوي في حياتي، علشان خلاص زهقت واتخنقت وحاسس اني لازم اتوب وارجع. اخيرا، ياما خطاه رجعوا وتابوا وقبلهم المسيح،
ارجع زي زمان لمحبتك. اقول قوم قوم ويسوع هيسندك. صليله، هو هيديك السلام والنعمه والفرح. صليله من قلبك، اسجد له، ما تعصيش قلبك، لانك لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى.